من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغ ولا أهل بيتي نبيك محتجبا من كل قاصد لي إلى أذية بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبله موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم ولي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقيه يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا مصطفى رام الفداء في عرى المحراب في عرى المحراب سمى إذ هوى فادي الرسول ومضى فزت ورب الكعبة الغراء يقول ومضى فزت ورب الكعبة ومضى فزت ورب الكعبة الغراء يقول وإذا جبريل بالويل ينادي ويجول هدمت هدمت والله أركان العدى بح النداء هدمت والله أركان العدى هدمت والله أركان العدى بح النداء يا مصابا يا مصابا لم يزل يدمي قلوب المسلمين ردد الكون به إذراح ردد الكون به إذراح جبريل الأمين هاتفا هاتفا شلت يمين ابن المرادي اللعين فاندبي فاندبي يا أمة الإسلام فاندبي يا أمة الإسلام خير الأوصياء فاندبي يا أمة الإسلام خير الأوصياء يا مؤمنين عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ما أعظم هذه الساعة في مثل هذه الساعة ضرب الإمام أمير المؤمنين بسيف اللعين عبد الرحمن بن ملجم المرادي عليه اللعنة فسقط الإمام عليه السلام في محراب العبادة وهو يقول بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت ورب الكعبة وإذا بالأمين جبرائيل ينادي بين السماء والأرض تهدمت والله أركان العذاب
وانطمست أعلام التقى وانفصمت العروة الوثقى. قتل ابن عم المصطفى، قتل الوصي المجتبى، قتل علي المرتضى، قتل علي المرتضى، قتله أشقى الأسقياء. عبد الرحمن بن ملجم المرادي لعنه الله، فسمعت أم كلثوم نعي جبرائيل، فسمعت أم كلثوم نعي إجراء جبرائيل، فسمعت أم كلثوم نعي جبرائيل، فلطمت خدها وشقت جيبان، فلطمت خدها وشقت جيبها ونادت وأبتاه وعليا، وأبتاه وعليا، رحم الله من نادى وإماما وسيدا. فلقت عامة خير الأوصياء، يا علي الطهر، يا علي الطهر قم لب النداء، وتوسم بالردى خير جزاء. من لأيتامك في دهر البلاء، لو نعاك الوحي، لو نعاك الوحي، لو نعاك الوحي في جو السماء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. لسان الدين في كبد السماء، في شيبة الكرار قد بان الدماء، يبكي له المحراب تبكي الأنجما، فضجت الأملاك من هذا النداء، غدا التسبيح في حجر القضاء، غاب ضياء الضوء والظلم والفضاء، قد هشموا بالسيف راس المرتضى، قد هشموا بالسيف راس المرتضى، من جبهة العليا قد جاء الصدى، من جبهة العليا قد جاء الصدى، راح يلبي الموت راح مسرعا، قل ليس للإنسان إلا ما سعى، في قتله المختار مهموما لعا، في قتله المختار مهموما لعا، قد غادروا الكرار بالسيف العدا، قد أسبل العينين محراب السنن، وحامل ينعى جبريل الكفن، وويلي وويلاه قد صاح الحسن، وويلي وويلاه قد صاح الحسن، غاب حبيب الله غاب المقتدى، السر هذا اليوم قلب الأدعياء،
على حسام الدين أشقى الأشقياء في رأسه مجروح أتقى الأتقياء تهدمت والله تبكي له الأفلاك يا بحر الندى تبكي له الأفلاك يا بحر الندى إلى الشاعر الأديب علاء عبد الحسين الكربلائي صاح لسان الدين في كبد السماء في شيبة الكرار قد بان الدماء إمامك إمامك يبكي له المحراب تبكي الألجماء وضجة الأملاك من هذا النداء تهدمت والله تهدمت والله هدمت والله تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله أهل غدا التسبيح في حجر الفضاء غاب ضياء الضوء والظم الفضاء قد هشموا بالسيف رأس المرتضى قد هشموا بالسيف رأس المرتضى من جبهة العليا قد جاء الصدى من جبهة العليا قد جاء الصدى راح يلبي الموت راح مسرعا قل ليس للإنسان إلا ما سعى في قتله المختار مهموم النعى قد غادروا الكرار بالسيف العدا قد أسبل العينين محراب السنن وحامل ينعى جبريل الكفن وويلي وويله قد صاح الحسن وويلي وويله قد صاح الحسن غاب حبيب الله غاب المقتدى قد سر هذا اليوم قلب الأدعياء قال حسام الدين أشقى الأشقياء في رأسه مجروح أتقى الأتقياء تبكي له الأفلاك يا بحر الندى تبكي له الأفلاك يا بحر الندى تهدمت والله هدمت والله تهدمت والله تهدمت والله تهدمت والله تهدم عالرأس عالرأس صدت 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 ونادت يا المجبليط إلهي بشرف علي اللي طالب حاجة بهذا المجلس لقضاء الحوائج وشفاء كل مريض اللي مديون اللي ما عنده أطفال اللي ما عنده ذرية اللي عنده دراسة بعلي بن أبي طالب اقضي حوائج المحتاجين
واشفي مرضانا ومن أوصانا بالدعاء من خارج العراق يا رب. اللهم انصر حجنا المقدس يا الله، اللهم أمتنا على ولاية علي يا الله، اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة علي والحسين يا الله، اللهم احفظ مراجعنا العظام يا الله، اللهم انصر حجنا المقدس يا الله. صدت ونادت يا المجبلين الشايلين وياكم ابني، صدت ونادت يا المجبلين هالشايلين وياكم ابني، ويه الخاب والجد العود يا طيبي، خاف الجد العود يا طيبي لما نسمع الحزن وحسين لما نسمع الحزن وحسين قلنا يا زينب زيد الولي. قلها يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب زيد الولي ابونا الطبر والراس. اسمع حضل وصياح صابين خاف الجد العين عين عادي، خاف الجد العين يا طيبين لما نسمع الحسن وحسين قال يا زينب زيدي هلولين ابول الطبر والراس. أبونا الطبر والرايا يا أزلو أذاني أنا زينب وحز قلبي أذاني وأذن قوة وبهادة أذاني صوت الطبرة شق طبلت إذا إلي يوسحت أه وقع بيته يا علي علي نار المصايب ولعنا شسالف شسالف حرت عني ولا علي ابن ملجمة حضرك ولي ابن ملجم أحضرك ولي عليه عمي سدر للواد وساتر نضي يا سدر للواد وساتر يا رنفه يتيم الزمن مراد لصيامك خادم إلى الشاعر حسين حيدر الكربلاء يا غاتي. ولعل علي نار المصايب علي نار المصايب ولعل ولعل شسالف حرت علي ولا ولا على يا بالملجم حضرك ولي على يا سدر للواد مساتر يا رنا
الزمن ما راد لصيامك يتيمة مصابك للقلب بالهم يتيمة يا ابو زينب عفت زينب يتيمة يا ريت وياك اخذتني المنيئة يا ريت وياك اخذتني على عبد الحسين الكربلاء شيل يدك لفوق احي عليك يا ابا الحسن ماكو مكان احي عليك احي عليك هلا يا التغس ليل واصي بهدا غسيله كلف جرحي الراح ياس يا هوني يحميله واحي عليك يا بل هلا هلا هذا النص عزيزي هلا بحيداوي حامي الحيمة خير العمل لا تليش ميل الجارح سما نيزل بحامية البر تعظم أهل الجهل ولدي ما الوجه تجري سايل هلا احيق ولنا احيق جعنا الامراه دي مصيبته بقدر جعنا الامراه دي مصيبته فجر من رمضان سوى عمليته خلى كل مسلم تجري بعبرة وبحسرة غيدت كل المال وانك آهي جب رأي الوعلى الب
هلا نشمي غيور حسيني غزرك على علي بن ابي طالب ان شاء الله. صايح جب رأي الوحل بالفاضة روكن دين الله علي المرتضى بكل قلب شبتني راني الغاضة والدمع من دم نيحي هامين. يلا وينك آهي عيد عيد اسم المال آهي صاحتم كلثوم وينك يا الحسن صاحتم كلثوم وينك يا الحسن هذا صوت من الفاضة يريني بشجن بهالواضع كل الفواطم انسيبا وكل بني هاشمي وكل العايل. يلا سمعني خادم الشعر اديب الحاج ناظم الخيقاني الكربلائي هلا صاحيتم كلثوي وينك هلا صاحيتم كلثوي وينك يا الحسن هذا صوت من الفاضة يرين لي بشجن بهالواضع كل الفواطم انسيبا وكل بني هاشمي وكل العائلة. يلا وينك تمشي بهاللعش جبلتك وين ريض بممشاك يريد اشبع ويني انا زينب والحزن متجابيني. نعيد عليك علي انا زينب والحزن جابيلي ما يخوف عني وتيرا نيم عالعيلة. يلا علي يا علي نظرة ناديت من هالظاهر محلي الظاهر رايا حالي وحلتي يا ملكيدر وانا ابويا رايا وبسيف انطوبر والضلع
يبرالي ويطاف كربل ها عليك اسمعني جزاك الله خير جزاء لقضاء الحوائج وشفاء المرضى سلامتكم سلامة العلماء نصرة للحجز المقدس ارفعوا أصواتكم 3 مرات بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الأصوات.